على هذه الإيقاعات لفرق الفانتازيا اختتمت فعاليات الطبعة 24 لوعدة سيدي الشيخ عبر حفل ضخم توج فيه حفظة القرآن بالتاج الذهبي وإقامة عرس جماعي للشباب كتقليد سنوي يعكف عليه أهل المنطقة. الحمد لله هذا الوعدة السنوية الذكرى 24 للسيدي سيدي الحاج أحمد بن بحوص تمت بنجاح والحمد لله مع الملتقى الدولي الرابع. تتويجهم بالعباءة المعروفة العباءة العربية وتتويجهم كذلك بأن يوضع لهم التاج، هذا على أنهم تاج فوق رؤوسنا، وكذلك البرنوص العربي معروف به منطقتنا. العشرات تجمعوا هنا في هذه الساحة من علماء ومشايخ الطريقة الشيخية الحاضرين من مختلف الدول للإشراف على عملية تكريم حافظي كتاب الله على أنغام قصيدة البردة في تقليد يعكس الموروث الدينية والاجتماعية للولاية. تتميز هذه الوعدة بحضور الآلاف المؤلفة من كل ربوع الوطن، وفي هذه السنة أقيم ملتقى حول الطريقة الشيخية في ملتقى دولي حضره 26 دولة. تنطلق عملية التتويج في هذه المنصة اللي لنا على يعني أمامها بتتويج 9 عرسان وتكريم حفظة القرآن وكذلك وجبة عشاء بحضور يعني أعيان ومشايخ البلدة. هي وعدة داب محب الطريقة الشيخية على تنظيمها سنويا لتصبح سنة حميدة داخل المجتمع الغرداوي وتقليدا راسخا يتمسك به ساكنة مدينة متليلي الشعابنا.